اهلا بكم من جديد. سؤالنا هيكون: هل ستكون هناك معارضه تحت قبه مجلس الشعب؟ احنا شايفين ان الاحزاب اللي نازله يعني في تفتيت في الكيانات وفي الاحزاب، ما احناش عارفين هل في اكثريه، هل في اغلبيه، كل ده اسئله غائبه. والسؤال مش بس هل ستكون هناك معارضه، هل احنا محتاجين معارضه تحت قبه مجلس الشعب؟ ده السؤال اللي هنساله للاساتذه. الاستاذ مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتور ايمن ابو العلا الامين العام المساعد للمصريين الاحرار. لكن اهلا بيكم يا ساده. لكن اسمحوا لي ان انا ابدا بالخبر انه القضاء الاداري يؤيد ترشح سما المصري في الانتخابات البرلمانيه. محكمه القضاء الاداري النهارده قضت برفض الدعوه المقدمه من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار اللجنة العليا بقبول أوراق سما المصري. والآن سما المصري ستترشح للانتخابات. طيب، معي على الهاتف المرشحة سما المصري. مساء الخير يا سما. مساء الخير يا مدام لميس، أهلا بيكي. رأيك إيه؟ يعني هل أنت سعيدة بهذا القرار للمحكمة أو حكم المحكمة؟ طبعا يا مدام لميس، أنا عايزة أقول لحضرتك بس إن أنا سعيدة ليه، لأن أنا أستاذ سمير صبري ظلمني، وما طلع معايا في مداخله مع قصدي في لقاء مع استاذ وائل ابراشي، هو اهاني كتير ووصل حد الاهانه ان هو قال لي انا رافع عليكي دعوه في القضاء الاداري بمجلس الدوله علشان انت لست مؤهله ان انت تدخلي لعدم حسن السمعه والسير والسلوك والكلام ده. فانا قلت له يا استاذ سمير حضرتك هتخسر لانك مالكش صفه في رفع الدعوه، لان انا ست حسنت السير والسمعه وما صدرش ضدي اي حكم قضائي بعكس كده. وانا كمواطنه مصريه مدام لميس ليا كافه الحقوق ان انا ارشح نفسي، وقدمت ورقي وورق استوفى واللجنه قالت تمام ما عندهاش مشكله. لكن هو اصر ان هو يقدم الدعوه، انا قلت له هتختارها وهو اصر، قال انا وراك لحد ما اطلعك من الانتخابات. طيب يبقى انت مكمله في الترشح وعندك احساس انك ممكن تكسبي؟ مش عارف. والله انا هقولك على حاجه، انا نزلت مره واحده الجماليه والمنشيه ولقيت ناس بتقابلني يعني ومعايا وكده، وناس بتحبني، حتى لقيت ناس بتكلمني بعد حلقه الاستاذ وائل انها عايزه تقف جنبي، يعني حسيت ان انا مظلومه لان انا ما عملتش حاجه عشان ده كله، يعني انا واحده قدمت ورقه عادي جدا. انت معترض على اغنيه عملتها او كده؟ ما انا اعتذرت عنها الاغنيه، يعني ما تقعدش تعاقبني على حاجه فاتت، يعني حاسبني قول لي انت ايه برنامجك، ايه اللي ممكن تقدميه، إيه ممكن تقدري تساعدي الناس ازاي، مش شرط ابقى من جوه الدايره ولا من براها. لكن انا مش عارفه هم ليه ماسكين فيا انا بالذات، يعني يمكن عشان عارفه سمع الحاجات الاغاني والشبشب وكده، يعني بعض الاشياء يعني غريبه شويه على مجلس الشعب شويه يعني. يا فندم انا احسن بكتير، انا اذا كنت عملت اغنيه واعتذرت عنها فانا عملتها قدام الناس على الشاشه، ولما الناس زعلت انا شلتها. طب ما يروحوا يمسكوا في اللي سرقوا ونهبوا ومتهمين بقضايا واتحبسوا وخرجوا واللي ليهم افلام اباحيه ونازلين مجلس الشعب، مش معنى انا. عموما يعني مبروك ان انت كسبتي القضيه، ويعني ربما يكون لنا لقاءات بقى نتكلم على الاغاني والحاجات. شرفني يا مدام لميس، ربنا يخليك. شكرا سما المصري، بشكرك شكرا جزيلا. اذا سما المصري هترشح نفسها لمجلس الشعب، ربما تدور على الشبشب. طيب انا اسفه يا ساده، يعني موضوع خارج الاطار، ولكن يعني حبينا ان احنا نتكلم فيه. هل محتاجين معارضه تحت قبة مجلس الشعب؟ دكتور أيمن. بالطبع طبعا محتاجين معارضة، بس معارضة تفتكر سما المصري لو كسبت هتبقى معارضة ولا موالاة؟ يعني أنا هنراهن على الشعب نفسه إن هو يعني لازم هيتخير يفرز، لأن يعني طبعا مع احترامنا ليها هي دستوريا حقها وقانونيا حقها وكل حاجة، بس خطورة البرلمان القادم الحقيقة مش مستحملة ان الناس ما تنزلش وتدي عبره ان فلان نازل وفلان نازل فيتقاعسوا عن النزول، لان الموضوع هيبقى هيقلب تهريج. فانا من رايي هي حقها طبعا، وهنراهن على الشعب المصري والله حب ان هو يختارها كمرشحه، بس انا بحذر ان هو الموضوع محتاج شويه تدريب، لان الحقيقه البرلمان الجاي برلمان خطير جدا جدا جدا، محتاج بعض الكادرات اللي تضيف للبلد مش تعوقها، او تبقى منظر ديكوري موجوده في البرلمان. لو حضرتك تلاحظي ان هو في المستقلين المترشحين تقريبا يقتربوا من 4000، والحزبيين 1900، يعني نسبه تلت تقريبا الاحزاب.
حقيقي مش هيكون ده النتيجة. أنا أعتقد أنه 50% على الأقل من البرلمان هيكونوا المستقلين. دي هتخلي أمور المعارضة شوية ملهاش خط سياسي واضح. يعني معارضة هتبقى على مواقف، مش هتبقى معارضة مبنية على موقف سياسي معين. وده اللي هيعمل شوية لخبطة في البرلمان الحقيقة. لكن وجود معارضة، أدوات الرقابية كلها معارضة. يعني الأدوات الرقابية من سؤال واستجواب وطرح ثقة واقتراح برغبة، كل ده أدوات تعتبر من المعارضة. والله لكن مفيش حزب حاكم عشان يبقى فيه حزب أو جزء معارض. ولذلك هتلاقي حضرتك إن هو اللي هيتلموا يقعدوا على اليمين هيبقوا كتار عشان يبينوا ان هم اليمين هو المؤيد، النظام الحاكم، عشان يبين ان هو من، بس هو مش هيبقى فيه مكان كله لليمين ما هو 600 هيقعدوا فين؟ كله يمين بالظبط. لكن يعني من المؤكد ان هو الاداء الحكومي لازم هيبقى مراقب، لازم هيبقى فيه مواقف معينه البرلمان هيقف فيه كمعارض او جزء منه هيعارض ما يكون خطأ في البرلمان. وده طبيعي. استاذ مدحت، شايف انه ايه؟ هل البرلمان ده فيه معارضه كما اعتدنا؟ يعني في مفهوم المعارضه احنا كنا مفهمينه معارضه للحزب الوطني، تمام. المعارضه يمكن ما كانتش بتوصل للرئيس مبارك قوي وقت ما كان في يعني مجلس شعب حقيقي في نزاعات، لكن كانت المعارضه لسياسات الحزب الوطني. الان هل في معارضه هتكون موجوده تحت القبه؟ طبعا بانتخاب البرلمان، واذا كان في حزب اغلبيه، وده مشكوك فيه جدا ان يبقى في حزب اغلبيه، فبالتالي هيبقى القضيه مرتبكه. يعني لان القانون الانتخابات والنظام الانتخابي يعني محتاج يعني كثير من النقاش، يعني في قدرته على انتاج برلمان يمارس ادوار الرقابه والتشريع. بس انا عاوز اقول في البدايه انه يعني بمناسبه بقى احكام القضاء، ان تقرير هيئه المفوضين صدر النهارده بيؤيد الطعن اللي تقدمت بيه قائمة صحوة مصر بخصوص ال، ده خبر كويس. لا ده خبر كويس، ما هو دخلنا على فكرة البرلمان المنشود. يعني ايوه، عند هناك احتمال ان صحوة مصر يدرج في الانتخابات، هناك هذا الاحتمال. الحكم هيبقى يوم الاثنين، لكن تقرير المفوضين صدر اليوم. تقرير المفوضين قبلوا الشق بتاع الفحص الطبي، انه كان المفروض يكون في اللي عملوا الفحص الطبي في المره الاولى يبقى بالمجان في المره الثانيه. هم رفضوا الشق بتاع ان هم ما كانوش يجروا من الاصل بناء على التصريحات السابقه لوزاره الصحه ان الفحص ما زال صالح وما طرأش عليه تغيير جوهري، واللجنه العليا قالته ايضا قبل حكم الاداريه. فيوم يوم الاثنين هناك الحكم، هناك الحكم. قد يؤدي هذا الحكم الى انه يعني اعفاء من تقدمه. بس هنا بقى في نقطه، انه كان القضيه الثانيه اللي هي المهله بتاعت ال 12 يوم، لان الاجراءات ارتبكت بعد ما بدات العمليه الانتخابيه. فبالتالي ان لازم مد المهله، لان في ناس كانوا مقدمين في المرحله الاولى وما تمكنوش من الدفع في المرحلة الثانية فتوقفوا. فبالتالي هيبقى سؤال، هل هيفتح باب الترشيح مرة أخرى ولا لا؟ ده لسه هتفصل فيه. أنا يعني هعرض شوية. الحكم بيقول إن هو رد المبالغ للناس اللي دفعتها وكانت دفعت في المرة القادمة. يعني هي مش فتح باب الترشيح مرة أخرى، إن هو من حق حضرتك عشان بما إن الموضوع بقى مجاني فهتعترض إن هو ليه أنا ما قدرتش أقدم. لكن هو الحكم، هيئه المفوضين نصيحتها رد وزاره الصحه ان ترد المبالغ للناس اللي دفعت قبل كده. هو يعني هيبان بقى في التدقيق، لان انا ما اطلعتش بدقه على تقرير هيئه المفوضين. طيب. بس الواضح انه يعني لا، انه الفحص في المره الاخرى انه كان المفروض يكون مجاني، ما هو ده اللي عجز صحوه مصر اللي متقدمه بالطعن انها تقدم قوايمها. أيوه. وانه وفي ناس قدموا في المره الاولى لما لقوا هذا العائق ما قدموش يعني. طيب. لكن انا ما بفصلش، هو المحكمه اللي هتفصل في في حكمها. احنا بنتكلم عن صحوه مصر، لانه صحوه مصر ربما كانت القايمه الوحيده اللي باينه تبدو معارضه صريحه سليم، اللي هي مرجعيتها 25 يناير، وبتعلي اجندتها التشريعيه من قيم العداله الاجتماعيه والحريه والكرامه والعداله الانتقاليه. 25 يناير بس ولا 25 يناير و 30 يونيو؟ طبعا لان 30 يونيو مشترك بين الجميع، فانا بقول اللي بيميزها بقى انه 25 يناير
يناير 30 يونيو، والاجنده بتاعتها بتعلن من قيم العداله ومن وفي نفس الوقت كمان يعني خلافا لما اشيع حولها ثبت ان هي لا مش كانت عاوزه تنسحب، هي خاضت النضال القانوني وقدمت طعون، 3 طعون سابقه وهذا الطعن، فبالتالي لا هي كانت مستعده وما زالت مستعده لمواصله هذا الماراثون. والصوت ده يعني مهم جدا لمصر ومهم جدا انه يكون في البرلمان القادم، لانه برلمان الصوت الواحد مش هيدفع مصر للامام. البرلمان يعني احنا عندنا السؤال يعني برضو انه البرلمان يبقى فيه معارضه ولا ما فيش معارضه، اذا كان النظام السياسي اساسه تعددي وتعددي يعني معناها ان في حد بيوافق وحد بيعترض، مش ومش المقصود المعارضه المتربصه يعني ان هي ما يصدر انا ضده على طول الخط، لكن البرلمان هو المفروض هيئه للرقابه والتشريع، ان انا اراقب اعمال السلطه التنفيذيه وان انا اشرع، والمفروض ان انا اشرع يعني ان انا هعيد صياغه القوانين بما يتلائم مع دستور 2014. الخوف انه بدال ما نعيد صياغه القوانين عشان يتلائم مع الدستور نعدل الدستور عشان يتلائم مع القوانين، عشان يتلائم مع القوانين الموروثه من عهود الاستبداد. طيب استاذ علي، انا برضو بالنسبه لموضوع صحوه مصر، انا يعني برضو كان يعني كان المفروض تقدم هذه الشخصيات على مستوى الفردي، والمنافسه ده سؤال تاني. يعني المنافسه تبقى حقيقيه في الفردي، ما نعتمدش على القوائم، وخاصه نظام القوائم يعني للفئات المهمشه او اللي كان الدستور عايز ينصفها بقدر الامكان في الدوره دي. ده اول حاجه. تاني حاجه هو يعني حضرتك، انا اخشى الموضوع التغيير الوزاري اللي حصل. انا بس عايز اهيب بالمستشار مجدي العجاتي الحقيقه، ان هو ارجوه يعني لائحه مجلس النواب، لائحه مجلس النواب تم عليها حوار مجتمعي مع جميع، احنا عملناها في المصريين الاحرار واشرفت عليها شخصيا ماده ماده، عملنا عليها حوار مجتمعي مع كل الجهات. لا يمكن ان يجتمع البرلمان ومش عايزين نتاخر، يجتمع البرلمان مفيش توافق على اللائحه بتاعته، اللائحه الموجوده غير الدستوريه. فاذا كان هو بيوضب لائحه او الشؤون القانونيه او الوزاره القانونيه الجديده العداله الانتقاليه سابقا بتوضب لائحه، ارجوه يطرحها عشان ما يبقاش ما نقعدش اول شهرين جلسه نختلف. لان احنا خلاص وصلنا اللائحه اوريدي مع القوى السياسيه، حتى حزب النور حضر الورك شوب توافق عليها، فارجوه يطلعها من الدرج، احنا بعتناها كمصريين احرار للعداله الانتقاليه يبص عليها، عشان التوافق مهم، لان احنا عايزين ديكتاتوريه اللائحه، اللجان توسع، الموضوع جد لان هو غير دستوري. الاهابه الثانيه له برضو اللوجستيات في المجلس، مش عايزين تاني الورقه عايزين بصمه واحنا داخلين، او البرلمانيين داخلين عايزين تصويت الكتروني، عايزين تجهيز لذوي الاعاقه. يعني ارجوه بلاش نعمل شغلنا اخر لحظه ونقول لسه قدامنا 3 اشهر نقدر نشتغل عليه. هو فرصه وهو رجل نحترمه جميعا. فارجوه. وبرده بأهيب بما انها ارشادات واهابات، بأهيب بالمستشار عدلي منصور يفسر لنا الماده 156 الكارثيه. لا يمكن برلمان يراجع 420 قرار بقانون في هذا التوقيت. ارجوه اذا كان في المضابط يقدر يرجع لها، المحكمه الدستوريه تدي توصيه ماذا يفعل مجلس النواب في اول 15 يوم، لان دي كارثيه. مش عايزين نستنى برضو لاخر يوم يحصل لنا برضو العراق الدستوري ما بين الفقهاء والمجلس يضطر في الحاله دي ممكن نوافق على القوانين كلها عشان ما يحصلش فراغ تشريعي ومن يريد، وتحل اللجان وبعد كده كل واحد يقدم اعتراضه على مشروع بقانون. طيب ارجع تاني لقصه المعارضه. بصراحه من اللي من الماخوذ يعني فكره ان هم طب ليه ما نزلوش فردي؟ طب فكره الانسحاب، ما هم انسحبوا برضو. فكره الانسحاب دي يعني ال السياسي نفسه طويل. تمام. يعني الصراع مع نظام مبارك مده طويله، سنين طويله. ده كان كر وفر وياخدوا مقاعد وتزوير انتخابات ونرجع، يعني كان في معركه استمرت مدة طويلة. أنا حاسة هنا إنه الأحزاب بقت نفسها قصير. تمام. ولسه الخبرة، برغم إن يعني أنتوا كلكم أساتذة يعني، لكن حاسة إنه خلاص إحنا عندنا مشكلة الكشوف الكشف الطبي وما إلى ذلك، ننسحب. ليه مفيش فكرة الإصرار على لا أنا لازم أنزل، لأنه لازم يكون في معارضة وإحنا لازم نكون ممثلين في المجلس؟ طيب أقول أكتر من نقطة كده سريعة. النقطة الأولى إنه يعني صحوة مصر في أطراف مكوناها، فالأحزاب المنضوية إليها
مستمرة في الفردي. احنا كحزب التحالف الشعبي الاشتراكي احنا اولا اعترضنا على النظام الانتخابي من حيث المبدأ في القوائم وفي الفردي، عشان نقول لانه في القوائم في قائمة هتقصي باقي القوائم، وفي الفردي في 50% زائد صوت هيقصي 50% ناقص صوت، ففي ملايين الاصوات لن تمثل في البرلمان، ودي هتبقى على الاخص بتاعت الاطراف الاضعف، الاطراف الاقرب للسلطة والثروة، فالبرلمان ده اقرب في انحيازاته للقوى التقليدية ولنواب الخدمات ولرجال الاعمال والاعيان الريف على حساب قوى التغيير القديمة. غير القوى القديمة، انما التمثيل النسبي كان هيسمح زي الانتخابات السابقة، التمثيل النسبي كل طرف هياخد حصته ووزنه النسبي، فالبرلمان مش هيبقى برلمان الصوت الواحد، هيبقى برلمان الاصوات المتعددة والاطياف المختلفة في المجتمع. فيقوم بالوظيفة اللي كان بيتكلم عليها أيمن باشا، يعني أنه هيبقى في أصوات متنوعة في البرلمان فبالتالي هيبقى دوره الرقابة والتشريع. إنما البرلمان ده بيصاحبه أيضا دعوات أنه يعني إيه حزب السلطة، أقرب لحزب السلطة، أنه عمق للسلطة وأنه ذراع للسلطة، وأنه البرلمان ده زي ما الفزاعات بقى اللي بتنتشر هينقض على الحكومة وهينقض على الرئيس وهيعطل أعمال، يعني مش فكرة التعطيل وده ده مهم إن احنا نشرحه للناس. لا ده في فزاعات شديدة جدا يعني كما دي بقى النوايا السيئة الحقيقية بقى، أنه الناس اللي داخلين البرلمان دول داخلين يتربصوا عشان يعطلوا أعمال الدولة وأعمال الحكومة ويسقطوا مصر وكل هذه الفزاعات الرهيبة اللي هدفها استعادة النظام القديم بكل تقاليده وبكل يعني أساليبه، إن هو يبقى برلمان الصوت الواحد زي برلمان 2010 اللي انتهى بمصر لأزمة. ده كان كارثي، ده ما كانش برلمان، ده ما عادش معانا بالظبط كده. وهناك خطر يهدد مصر في هذا البرلمان من هذه الزاوية، إن تتجه التشريعات والنظام الانتخابي لأنه ينتج هذا النظام. طبعا هنا بقى فكره، يعني ارجع من ده بقى لفكره الانسحاب، لانه يعني اولا الناس برضو لازم تنتبه الاول كمان ان البرلمان لما يراقب اعمال الحكومه فده افضل جدا للحكومه وللنظام السياسي وللشعب طبعاً. لان انا بالعكس هعمل فرامل مبكره على ميول، يعني مين اللي يقول يا وزير الزراعه انت كذا، يا وزير التربيه والتعليم الطلبه مش عارف ايه، وزير الداخليه، يعني اذا هذا يعني ارجوكوا احنا مش عايزين نرجع نعمل الدور ده تاني. مين اللي يلف بدل المهندس محلب اللي كان بيلف طول الوقت؟ لا النايب هو اللي يديله طلب احاطه او حيطك علما بان في مشكله في معهد القلب بالمنظر ده. لكن الشارع الشارع بقى قلق من ده. يعني خليني اقول لك قلق من ده نتيجة الفزاعات، البرلمان سيعطل نتيجة الفزاعات المبالغ فيها. ولو الناس انت وهي في مشكلة تانية، ان الناس لو فقدت الامل في ان فيه نوافذ لتغيير سلمي ديمقراطي وصوتها موجود حتى لو الاغلبية يعني عكسي مش مشكلة، لكن صوتها موجود، ان في اصوات بتظهر في البرلمان يعني بتقول لا يا حكومة لا كذا، إذا الناس ما حستش بكده هنرجع لمسار إيه؟ الناس كل تجربة الثورة إن الناس لما تفقد الأمل في إنها تجد صوتها في أشكال التمثيلية الموجودة بتشق قنوات جديدة، يعني هكذا نشأت كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، أطباء بلا حقوق لما الإخوان سيطروا على النقابة وقفلوا، المهندسين لما اتحرك مهندسون ضد الحراسة، فنشأ مجتمع سياسي جديد من خارج البرلمان ومن خارج المظلة القانونية، وهو على فكرة اللي عمل اللي قاد عملية التغيير. لا كلنا خالد سعيد كانت قانونية ولا جمعية الوطنية للتغيير، فبالتالي أنا لازم أستنتج الدرس ده إذا أنا النهاردة عاوز أتنقل خطوة لقدام وعاوز أنقل أخد برلمان ينقلني خطوة لقدام لصالح النظام السياسي، إن أنا لازم يبقى البرلمان الأصوات المتعددة، وينبغي على المشرع يعني لو كان يعني انتبه بما يكفي ان هو يعني ايه يفضل كده، ان في قصه البرلمان ايضا، لان ليه الناس يعني مش الفكره ان الناس تنسحب، الناس مش شويه تنسحب، لكن لما يكون فيه انا في كل مراحل السباق الماراثون ده زي ما اكون ماشي فوق حقل الغام، الاول مشروع قانوني انتخابي الناس بتعارضه وتقول هيتحكم بالعوار الدستوري وحضرتك يعني مشاركني في هذا، فيتقدم كما هو بعواره يعني فالانتخابات تتاجل بشكل بديهي، لما يعاد تقسيم الدوائر تيجي أسوأ على فكرة في معايير إعادة التقسيم عامة حكمت بيه المحكمة الدستورية العليا خاصة بالتجانس السكاني. لكن خلاص احنا قدام يعني امر واقع فضل لا انا بقول كده بس عموما انا هقول النقطة الأخيرة في موضوع الانسحاب، انه ما يعني اذا الموضوع بقى انه مش ناس انسحبت، لان الناس طعنت
يعني الناس راحت عندها ملفات. بيان صحوة مصر بيقول ان اكدت قائمة صحوة مصر انها جاهزة لكل الاحتمالات التي ستقتضي بها المحكمة الاثنين القادم بعد احالة محكمة القضاء الاداري الطعن الذي قدمته القائمة لهيئة مفوضي الدولة التي اوصت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار وزير الصحة بالزام المرشحين السابق ترشحهم طبقا لكذا والسابق اجراءهم للكشوف الطبية بسداد مقابل مادي. واضافت القائمة في بيانها السبت يكون مؤدى اخذ المحكمة بتوصية هيئة المفوضين مفوضي الدولة إعادة إجراءات الترشح برمتها لما أصابها من عوار ومساس بالمراكز القانونية ونحن في انتظار حكم قضاء عادل بعد غد الاثنين وجاهزون لكل الاحتمالات. طبعا دي ممكن يعني تعطل العملية الانتخابية من 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 أساسها، لكن اللي أنا شايفه برضو إن هو طيب هل حضرتك ليه لم تتقدم بقائمة 15 مثلا؟ يعني المبلغ 15 في 1500 جنيه مش بالمبلغ اللي هو يعني مبلغ مؤتمر شعبي. طب ليه حضرتك مصر تنزل على 120 مره واحده طالما الامكانيات كانت بها عوار؟ انا شايف ان هو صحوه مصر، طبعا مع احترامي للشخصيات الموجوده كلها، لكن صحوه مصر البلد مش مستحمله اي عطله للعمليه الانتخابيه. حضرتك مدرك قد ايه اهميه البرلمان القادم، فاعتقد ان هو طبعا مع احترامنا لاحكام القضاء بالكامل، لكن انا لما اجي اقول ان انا ارجع الفلوس للكشف الطبي فاطالب باعاده فتح باب الترشيح مره اخرى ونعيد الكره مره تانية، ده انا شايفه عطله لا مبرر لها في المرحله دي. ده اولا. تاني حاجه حضرتك احنا بتقول حضرتك ان احنا عايزين نسير قدما بالبلد الى الامام وتبقى معارضه بناءه. اعتقد ان هو هيتحط الرئيس في موقف محرج جدا اذا لم ينعقد البرلمان قبل نهايه العام، يعني لو حصل فيه طعن وعدم دستوريه مره، لان تاني هرجع اقول احنا محتاجين برلمان على علته في الفتره دي، لان احنا عارفين البرلمان مش هيبقى مثالي. القوانين اللي حضرتك معترض عليها المفروض تخش جوه البرلمان بنوابك تغيرها. تمام. اللي هي اللائحه وحتى النظام الانتخابي طبعا. فاعتقد ان هو يعني احنا العمليه مش مستحمله عطله تانية. تمام. وخاصه ان هو حصل كمان كم من القولان ان دي اراده الاداره في تعطيل العمليه الانتخابيه. ف يبقى يعني اذا النقد للاداره، يعني اذا زي انا اللي انا كنت بسيره ووقفنا عنده انه طول مراحل العمليه الانتخابيه وكاننا نسير فوق حقل الغام، فهل هي حد بيعطلها ولا هي مستهدف تعطيلها؟ لا هو ده اجابه. لا هو دي نيه الاداره حضرتك، وانا يعني فبالتالي نخش من كده. اذا كانت دي نيه الاداره فلا يمكن انك تلوم متضرر ان طيب. هو احتكم لمبدا دستوري مهم. لكن دلوقتي انت يعني انتم مستمرين في القضيه والقضيه يعني ماشيه في، لكن فعلا اذا حكمت المحكمه بحقيه صحوه مصر برغم ان هم ممكن يكون فعلا لهم حقيه في خوض الانتخابات، ده هنا في مشكله في الانتخابات، سيفتح باب الترشح مره اخرى وده هيعطل العمليه الانتخابيه كلها. طب نرجع تاني لفكره يعني مين اللي هيكونوا قاعدين في اليمين ومين اللي هيكونوا لو احنا في الوضع الحالي بدون صحوه. انا عاوز اقول باختصار بس عشان لان طبعا يعني انا بقول المواقف المبدئيه الخاصه بصحوه مصر، بس انا مش في لجنه، احنا احد الاطراف المكونه لها، انما احنا كحزب كنا داخلين في القايمه وداخلين في الفرد وما انسحبناش من الفرد. أيوة. لنا مرشحين في الدوائر الفرديه ومكملين، هم اللي هم تقديرات معينه لوضعهم. بس هي المشكله ما حصلتش في صحوه مصر بس، يعني انا عاوز بقى اتكلم على اجراءات عادله شفافه ونزيهه. فبالتالي لا، كل القوائم ارتبكت ليه؟ لان انا لما انت بدات عمليه انتخابيه، وهل ده بقى بسبب صحوه مصر؟ بدات عمليه انتخابيه باجراءات معينه، وفي نص بعد ما بدات عدلت الاجراءات. ده حكم محكمه، مش هو معدل، ده حكم محكمه. وليكن هي طلبت بقى في ساعتها ايه؟ مطلبين بساط جدا. قالت طيب بدل غيرت الاجراءات بعد العمليه ما بدات، اديني مهله، اديني مهله 12 يوم، لانك انت غيرت الاجراءات والا تهدر تساوي المراكز القانونيه. الناس اللي مراكزهم القانونيه متساويه ما خدوش تكافؤ فرص، ان في ناس داخلين لاول مره لو استمرت في عراك السياسيين ما بين في ناس سافرت للحج، في ناس سافرت للحج على كلام وزاره الصحه واللجنه العليا لما بدات الاجراءات ان الفحوص الطبيه صالحه، والفحوص الطبيه دي لو مش صالحه، دي بقى راي فني، ده كمان ممكن المناقشه فيه. لكن يبقى ما هكشف على كل اعضاء مجلس الشعب الجاي كل ست اشهر
ما في ناس هتدمن بعد 6 اشهر. عموما احنا يعني في انتظار هكشف على المسؤولين. هننتظر هو في حاجات غير هننتظر يوم الاثنين المقبل لهذا القرار. لكن مره اخرى مين اللي هيقعد يمين ومين اللي هيقعد شمال؟ هيحصل معركة في الأول كده على عشان الكراسي أنا اللي شايفه طبعا أعتقد أن جميع القوى الحزبية تتجمع اللي لها الاتجاه واحد. يعني إحنا عموما واخدين قرار أن إحنا نبقى مع البرنامج التنموي للدولة، ما نبقاش معوقين. عندنا أجندة تشريعية بناءة، عندنا في مجال الصحة والتعليم والاقتصاد وخلافه، عندنا برنامج تنموي خاص بالاقتصاد المصري. كل ده كويس، بس في الاخر لما هنجد الحكومه، لان انا متاكد ان احنا هنقعد دورين انعقاد، الحكومه اللي هتعرض هيوافق عليها. هيوافق عليها طبعا. يعني انت شايف ان الحكومه التي شكلت اليوم دي وده دي اللي هتعرض عليكم، ودي الميزه في ان الحكومه جايه بدري شويه عشان نرى. عشان كده بقول لهم وضبوا، بلاش بقى البيان لساعه الاخوان ما زنقوا الجنزوري قالوا له اعمل بيان فطلع البيان مضحك، لان عندنا البيروقراطيه ما بتعرفش تطلع بيان طويل المدى خالص. فانا بنصحهم يعملوا برنامج ورؤيه. ما هم بيعملوا برنامج عشان يعرضوه على مجلس الشعب بالظبط. لان لو عرضت عليك هذه الحكومه وانت في مجلس الشعب هتوافق عليها ولا لا؟ اولا هطلب فصل التعليم عن التعليم الفني ده مبدئيا. يعني لازم هيبقى فيه بعض المطالب، لان لازم الرئيس هيحصل تفاوض مع القوى السياسيه الموجوده ايا كانت، حتى لو كانوا مستقلين، عشان يقدر يحصل على اغلبيه تؤيد الحكومه. فيحصل بعض المطالب، لكن هي فرصه نشوف وجوه الوزراء دول بيعملوا ازاي في الفتره اللي ما قبل البرلمان. حضرتك القوى السياسيه مش عارفه تعمل القايمه، بيختلفوا في فعايزاهم تعمل حكومه، هيعرضوا البرلمان للحل. هل نرجع للكلام عن الدستور مره اخرى؟ تمام. بصراحه هل الدستور يشكل ازمه في الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان؟ هي نفس الفزاعات. يعني الناس بتفترض ان في مجلس شعب متاهب ومتربص، فالرئيس يجي يشكل حكومه فتبقى في اغلبيه في البرلمان تقول له لا الحكومه دي مش نافعه. وطبعا دي يعني بصراحه يعني حاجه لا تتفق لا مع منطق ولا مع منهج ولا مع عقل. يعني اذا انت اللي بيقولوا كده نفسهم بيبداوا من مقدمه ان الرئيس يتمتع بشعبيه كبيره جدا، واخد بالك، وان السياسه بيحكمها غير البرلمان وغيره، توازن قوى وعلاقات قوى وسلطات وكذا، وانه البرلمان القادم في اغلبيته الكبرى جدا هتبقى اغلبيه سيساويه. طبعا يعني بالمنهج وبالمنطق، حتى اللي انا باخده من الناس اللي عاوزين يعدلوا الدستور. حتى حزب النور؟ حزب النور هيعمل بقى صفقاته على حسب الاوضاع. يعني هو والوطني. اصل حزب النور قيادته غير قواعده هتلاقيها في رابعه. قيادته بتبقى اللي بتخش البرلمان وكده بتبقى عامله اتفاقاتها مع النظام ومع والحزب الوطني ومع المؤسسات والوطني السابقين. والحزب الوطني السابقين. اصل فكره يعني انه الناس كده ايه، الحزب الوطني السابقين ايه يعني الحاجه الجوهريه كده اللي تخليهم متربصين بالرئيس السيسي؟ ايه يعني انا عاوز افهم نقطه الخلاف الاساسيه اللي تخليهم مستنيين. لا مفيش، بالعكس هم عايزين يكونوا مع الدوله. ليه هيستنى هينتظروا؟ على فكره ان الرئيس السيسي عشان يفشل للحزب الوطني. لا انا معترض. لا حضرتك الاعتراض هيكون على الحكومه والجهاز التنفيذي اكتر. وانا طب وليكن وليكن يعني. لا انا عاوز حضرتك قسمتنا لسيساوي وغير سيساوي. بص يا صديقي مش مشكله، يعني انا مش بتكلم دي كسب او كده، لكن انا لا مش سب ولا حاجه. طيب لا انا لكن اللي انا عاوز اقوله ايه، انه نفترض حتى ما هو الحكومه اللي اتشكلت طلع منها وزير فاسد، هل معنى كده بقى انه استهدف الرئيس او استهدف المهندس ابراهيم محلب ان هو يحط وزير فاسد؟ طب افرض المجلس ابدى رايه في وزير، واخد بالك؟ اصل انا مش بنطلق من فكره ان الرئيس هو مقدس ولا ياتيه الخطا، ولا رئيس الوزراء ولا انا ولا انت ولا اي حد. وبالتالي فكره ان انا خايف ان اصل هيعملوا في الرئيس، اصل مش عارف ايه في الحكومه، اصل ايه، ليه هو انا داخل على حرب وعلى مجموعه الدستور ادى حقوق جامده. طب انا معايا على الهاتف دكتور احمد حسني امين سر قائمه صحوه مصر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذ رامي، اهلا بيك، اتفضل. دكتور ايمن واستاذ مدحت الزاهد، اتفضل. الحقيقه بس عشان انا كنت بتابع طبعا البرنامج، وكان دكتور ايمن قال حاجتين بخصوص صحوه مصر. الحاجه الاولانيه كان بيقول ان احنا يعني كده يعني لو حصل وخدنا حكم يوم الاثنين نتسبب في تعطيل العمليه الانتخابيه، وان احنا محتاجين البرلمان ده حتى لو كان على علاته بنص تعبيره باسرع وقت ممكن. الحقيقه احنا كنا بنقول ده من زمان، وفعلا كنا بنقول ان البرلمان احنا محتاجينه في اسرع وقت ممكن،
ده مش معناه ان الاجراءات وتنظيم العمليه الانتخابيه يبقى فيها اطارات دستوريه وقانونيه ونسكت على كده. احنا كل اللي عملناه ان احنا قبل حتى ما نرجع للقضاء لجأنا بنفس الطلبات بنفس نصوصها الى اللجنه العليا، بنقول لهم لو سمحت حضراتكم بتعملوا حاجه غلط، ارجوكم صلحوها ارجوكم. بعتنا لهم ده، طلعناه في الاعلام كبيان وبعتنا لهم ده كمذكره رسميه، وعملنا كمان لقاء معاهم يوم الخميس صباحا قبل ما نعمل القضية، لكن هم اللي اصروا ان هم ياخدوا نفس الاجراء، وبالتالي محدش يقدر يلوم صحوه مصر على انها بتلجا للقضاء مش عشان تحمي حقها هي بس، ولا حتى حق القوائم الثانيه اللي اترفضت النهارده لنفس الاسباب انها ما قدرتش تكمل الاوراق في الفتره الزمنيه القليله جدا اللي كانت اللجنه محددها، كمان بتحمي حق فعدد المرشحين يرضوا طموحات كل الناخبين في كل القطاعات. حضرتك لما تتفرجي النهارده وتشوفي ان قطاع الشرقي في قايمه واحده وقطاع جنوب الجيزه والصعيد في قايمتين فقط، في انتخابات في فبراير المره اللي فاتت كان قطاع الشرقيه في 4 قوائم والجيزه كان فيها 5 والقاهره كان فيها 6، يعني اللي حصل ده اثر تماما على الخيارات المنتخب المصري. ده نمره واحد. نمره اثنين، هو قال ان لو حصل اي تاجيل للعمليه الانتخابيه ده هيحرج الرئيس لان هو وعد ان البرلمان قبل السنة. الحقيقه انا اعتقد ان الكلام ده يتوجه اكتر بقى للجنه اللي اصلحت، اللي كانت المفروض انها تصلح العوار في القانون، اللي قعدت 6 شهور رغم ان الرئيس في نفس يوم الحكم اعلن ان اصلاح القانون ده هيتم خلال شهر. خدوا 6 شهور اللي عطلونا من شهر في نهايه فبراير لحد قاعدين في شهر سبتمبر. صحيح. الحقيقه اللوم ده ما يتوجهش للناس اللي النهارده بتطالب بعمليه منظمه. اذا يعني الحكم كان في صالحكم، هل ده معناه انه سيعاد فتح باب الترشح مره اخرى ولا ايه؟ والله في خلاف كبير في النقطه دي ما بين المحامين والمستشارين القانونيين بتوعنا. القصه في الاخر اللي صدر النهارده هو تقرير المفاوضين، وده طبعا تقرير استشهاد. المحكمه ممكن تاخد بيه ممكن ما تاخدش بيه، نص حكم المحكمه والاليه اللي هي هتقول عليه لتنفيذه هو ده اللي هيحدد اذا كان هيتفتح باب الترشيح مره اخرى ولا يعني عارفين بالظبط المحكمه هتقول ايه. بشكرك دكتور احمد حسني، بشكرك شكرا جزيلا، امين سر قائمه صحوه مصر. انت مع ولا ضد تعديل الدستور؟ شايف موضوع الدستور ازاي؟ لا، التوقيت طبعا غير ملائم خالص في الفتره دي الحقيقه، يعني مضطرين ناخد تجربه نجرب ديمقراطيتنا شكلها ايه. وانا زي ما قلت لحضرتك اعتقد كثير من، يعني لو اعتقدنا ان 50% او اكتر من 50% من المستقلين مش هيبقى في اتجاه سياسي لعرقله الوزاره في الفتره الجايه، فهو دي اخطر خطوه. ما اعتقدش البرلمان هيعرض نفسه للحل مره بسحب ثقه او باجراء خطا، فاعتقد ان هو توقيته. احنا حتى لو كان في بعض العوار في مواد كتيره من الدستور احنا معترضين عليها، اعتقد لازم ندي فرصه لان الشعب مش هينزل تاني للسفته، يعني ما كمان خلاص بقى العمليه صعبه جدا كتير قوي. كتير قوي. يعني لو كنت داخل البرلمان وعرضت عليك هذه الحكومه كنت هتوافق عليها ولا لا؟ لا، لاسباب. اولا انه اي حكومه لازم اعرف برنامجها طبعا، بصرف النظر بقى عن ان هذه الحكومه بالذات يعني فيها وزراء فشلوا قبل كده، والا لازم يفهمونا هم بيشيلوا الوزراء ليه وبيجيبوهم زي مين؟ زي احمد زكي بدر، حتى في مجاله بتاع التعليم، وفي واقعه شهيره ان هو ضرب مين بالقلم وحاجات من هذا النوع، وبعدين رايح الحكم المحلي اللي هو مجال جديد عليه. ممكن الحكم المحلي محتاج ضبط وحزم لا، ما هو ده لو كان هيبقى سريه تنفيذيه للمحافظ. لو حكم محلي بجد يمارس ادوار الرقابه والتشريع في المجال المحلي، فهو عاوز راجل ديمقراطي وراجل يفهم دورهم اللي دول هيبقى لهم. مفيش مجالس محليه منتخبه يا فندم. ما انا عارف. طب ايوه، بس الوزير المفروض بقى هنعد قوانين ونهيئ الاجواء لمجالس محليه اللي بالمنطقه اللي بيبدا منها الفساد واللي بيبدا منها الاستبداد ايضا. ما يمكن ده محتاج حسم، انا قصدي قضاء على الفساد، لان هو ده هو ده الفساد الاكبر في المحليات. والله المعركه الحقيقه ضد الفساد تعتمد على الديمقراطيه. اذا انا ما عنديش مجلس شعب يمارس ادوار الرقابه والتشريع، وما عنديش نقابات مستقله، وما عنديش مجالس اداره بتقوم بادوار رقابيه على الاعمال، وما عنديش هيئات رقابيه تتمتع بالاستقلال، وصحافه مش تحت سيف عقوبه الحبس او الغرامه الى اخره، دي
الأسلحة الأساسية في مواجهة الفساد. الأجهزة بقى السلطوية العلوية دي الحلقة الثانية. لكن الحاجة الثانية بقى إن أي حكومة أنا أؤيدها إمتى؟ أنا ما عنديش فكرة مشكلة إنه يبقى كذا. إنه خطاب تكلفها يتضمن إنها تراعي في سياساتها، وده اللي أنا أنصح بيه بقى الحكومة، وأعتقد إن عمرها قصير مش عشان حد متربص بيها، لكن من إذا بجد يعني إحنا مش في تمثيلية برلمان، في برلمان حقيقي، يبقى هي لغاية لما تجرى. طب ما هي هتعرض برنامجها على البرلمان والبرلمان هيوافق. أيوة الرئيس بس مفيش معارضة عندما تتشكل، واخد بالك الرئيس بقى بعد لما تشكيل البرلمان الرئيس هيكلفها. قد يجري بعض التعديلات وتكليف رسمي. يجري بعض إلى آخره يعني. فبالتالي احنا وبعدين كمان انا ما اقدرش افترض نظريا من الاول ان ما فيش اغلبيه برلمانيه او في اغلبيه برلمانيه، يعني ايه هننتظر في القصه. لكن اللي انا بقوله ان الحكومه اللي تكلف بخطاب ان انت برنامجك في اعلاء لقيم العداله الاجتماعيه، وانك ما تتحمليش على اعباء اضافيه على محدود الدخل لان هم بيئنوا بما يكفي، وانك انت تلتزم بقيم الحريه، دي حاجات شعارات واهداف ملايين طلبت بيها، وعلى فكره ما ماتتش. لا ما ماتتش، بس هي عايزه والعدالة هي عايزه تتنفس، عايزة تتنفس الناس تحس انها حقيقيه مش ببرنامج وسياسات. طيب. فبالتالي الحكومه اللي هتتكلم بالشكل ده ويبقى وزرائها سياسيين مش يتفخروا ان احنا مالناش دعوه بالسياسه لا سمح الله. لا ده شغل وكلاء الوزاره والمدير العموم اللي هو الشغل الفني ده، لكن الشغل بتاع الوزير انه يبقى سياسي. لو كنتم انتم حزب الاكثريه، مش هقول الاغلبيه، لو كان المصريين الاحرار حزب الاكثريه، هل هيطالب ان هو يكون له وزراء في الحكومه؟ طبيعي، وده حق مشروع، يعني حق مشروع لو الأكثرية، بس هو لازم يضمن ائتلاف داخل البرلمان، وهو صعب جدا في المرحلة دي ان هو يطلب يوصل لخمسين زائد واحد داخل البرلمان، ودي صعبة، وزي ما قلت لحضرتك هتعرض البرلمان للحل، فدي مجازفة. فهو قد يتفاوض مع رئيس الجمهورية على تسمية رئيس الوزارة، وبعدين تسمية رئيس الوزارة بيحصل التفاوض في هذه المرحلة، ودي معروف على مستوى الديمقراطية في العالم. يعني هو بيحصل تفاوض الأول شبه علني مع رئيس الوزارة اللي هيسمى من رئيس الجمهورية على عدد الحقائب اللي يحملها حزب الأكثرية. ومع ذلك بقول لحضرتك أنت متوقع أنه هذه الحكومة ستلقى موافقة من مجلس الشعب مع التفاوض زي ما حكيت لحضرتك. ما فيش مانع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزارة المكلف يسمع بعض النصائح البرلمانية، لما ناخد مكتسب أن التعليم الفني هو الأساسي في مصر، ونلاقي أن هو ده مجهول لأسباب غير معروفة. مش هذه القضية الوحيدة يعني، لا لا قضايا كتير يعني. طيب. يعني السياحة وخلافه حاجات كتيرة. الحقيقة مش عايز نخوض في الموضوع، أنا بس عايز أشير على موضوع المحليات. من واقع دائرتي أنا تابع مجتمعات عمرانية جديدة، موضوع المحليات، مجلس الأمناء اللي هو المراقب للجهاز التنفيذي، الحقيقة اللائحة بتاعته أنا أهيب بوزير الإسكان ووزير النهارده يوم الإهابة. لا بقى هعمل ايه؟ طيب يعني انا بطلب يعني ازاي الناس اللي بتراقب الجهاز التنفيذي تبقى مش منتخبه، تبقى مختاره من الجهاز التنفيذي. مجلس الامنه بيبقى مجموعه من المستثمرين، مجموعه من الاهالي، مزكاه من الجهاز التنفيذي. المجتمعات العمرانيه الجديده لازم يكون لها صلاحيات المحليات بالظبط، لازم مجلس الامنه يبقى منتخب من الاهالي، ولازم وزير الاسكان يغير اللائحه وتصدر بعد كده بقانون لما يجي مجلس النواب. لكن الموضوع ده الحقيقه الاجهزه التنفيذيه غير مراقبه بالكامل من مجالس الامناء. ده بمناسبه المحليات. يعني الموضوع برضو محتاج تمام. طيب كلمات اخيره يا استاذ زاهد. كلمات اخيره ان احنا يعني لو عاوزين نمشي لقدام نتقدم لقدام، يبقى لازم نحط في اعتبارنا هدفين مهمين جدا وضروريين جدا لمصر، وهنكتشف ده مع الوقت، انه عشان اتقدم لقدام لازم يبقى عندي العداله وعندي الحريه، وانه مواجهه الارهاب لازم ترتكز على الجناحين دول، انه العداله والحريه هيقدموني لقدام. لازم يكون عندنا ثقه ان احنا مش خايفين مش مشكله ان يبقى في حريات، مش مشكله يبقى في ديمقراطيه. بالظبط، مش مشكله ان في كده، ونتمنى ان ده يبقى البوصله بتاعتنا، وده هيخلينا كلنا نقدر نتقدم ونتجاوز الازمه. انا عايز بس الشعب المصري ينزل، عشان لو ما نزلش هتبقى لا يلومن الا نفسه، لانها هتبقى كارثه، لان في تيار منظم هو اللي بينزل وعارف هينزل يعمل ايه. والطلب الثاني انه يختار جيد جدا النايب اللي هيختاره، يختار يدقق ويعرف تاريخه، يعرف هل هو
مع البلد، مع تقدم البلد، حتى لو كان معارض مع البلد، مع التقدم، بيحب مصر ولا لا؟ ده المهم جدا. هو ممكن الناس ممكن تحب مصر بطرق مختلفة، لكن في النهاية هو هدف واحد، هدفه ان احنا نمشي قدام. بشكركم شكرا جزيلا، مهندس مدحت الزايد والدكتور ايمن ابو العيلة. انتخابات مجلس الشعب مش سهله يا جماعه، احنا هنحاول نقدم لكم. زمان كنا بنفكر ان احنا نقدم فقط النماذج الجيده اللي لازم تنتخب، لكن الحقيقه ان احنا لازم نعرض الكل ولازم نكشف الكل، لانه ده دورنا ان انتم تشوفوا الغث والسمين، ده دورنا ان انتم تعرفوا انه والله انتخب ده وما انتخبش ده. انا ما اقدرش اقول لكم انتخبوا مين، لكن في النهايه علينا ان احنا نكشف كل التيارات اللي نازلة، نعرضها على الشاشة، والخيار في النهاية لكم. هذا هو المجلس اللي هيشرع القوانين، هيوافق أو يرفض أو يعدل مئات، يمكن فوق 200 قانون من وقت من وقت المجلس اللي وقع اللي فات اللي هو 2012. إذن احنا عندنا قوانين كتيرة جدا. هذا هو المجلس الذي سيحمي الدستور اللي احنا نزلنا كلنا صوتنا عليه، نزلنا كلنا وقفنا جنبه. حتى لو عايزين نعدل الدستور بعد كده ممكن، ولكن يجب أن نقف جميعا يعني حراس نحمي هذا الدستور، لأن هو ده دستورنا اللي احنا كلنا نزلنا ووقفنا معاه. والمجلس ده مش هيعطل الرئيس، المجلس ده هيبقى فيه آراء، نتمنى أن يكون فيه آراء مختلفة. الآراء المختلفة دي للبناء، لما الناس بتعترض دي مش عطلة، الناس لازم تعترض وتختلف عشان يطلع منها فكرة مختلفة. مش كل فكرة الرأي الواحد دي كارثة تؤدي بالدول إلى الانهيار، وإحنا شفنا 2010 ما كانش فيه معارض واحد وسقطت الدولة بعد 2010. أشكركم شكرا جزيلا. النهاردة كان يوم حافل بالأخبار، بكرة نتابع الأخبار بإذن الله. وهذه لميس الحديدي تحييكم، صباح الخير.